المصري القديم برع في زراعة الأسنان المأخوذة من الحيوان أو المنحوتة من العاج، واستمرت المحاولات في تطوير زراعة الأسنان في كتير من الحضارات القديمة زي الصينية والآشورية والبابلية. وفي العصر الحديث جرينفيلد سنة 1913 يعتبر أول من وصف عملية زراعة الأسنان في المراجع العلمية. وفي سنة 1951 بدأت الأبحاث والدراسات على يد البروفيسور السويدي بران مار، اللي توصل لنتائج نهائية سنة 1982 لما ثبتت صلاحية معدن التيتانيوم بالتفاعل مع أنسجة الجسم إيجابياً، وتكون العظم حول غرسات هذا المعدن أو ما يسمى بالاندماج العظمي. ومن هنا بدأ ظهور أنظمة عديدة لزراعة الأسنان، والنهاردة نقدر نعتبر زراعة الأسنان هي البديل الأمثل للسن أو الضرس المفقود. ضيف العزيز الاسم المتميز في هذا المجال بيسعدني جدا بطريقة حواره اللي يعني فيها الكثير من التريش والدراسة للموضوع، دكتور عبد الله متولي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور، منورني في الدكتور. ربنا يخليك يا رب. الحقيقة عايز ابدا معاك الاول بسؤال يعني عام كده من قلبي، يعني الناس تعمل تجميل فرض عين ولا، عشان نبقى بقى بنتكلم بلغة اللغة العربية قوي، يعني فرض كفاية إذا فعله النجوم سقط الاسم عن الباقي. ده سؤال كبير. طيب خلينا بس نتفق على حاجة، إن في خناقة كبيرة قوي بين دكاترة التجميل ودكاترة الأسنان، إيه هي أكتر حاجة بتأثر في شكل البني آدم؟ هل عينيه مثلا لو واحدة عينيها واسعة وواحدة عينيها ضيقة تفرق قوي، ولا واحدة مناخيرها طويلة وواحدة مناخيرها مش طويلة، واحدة بقها كبير واحدة بقها صغير؟ يعني لما عملوا سيرفي لقوا ان اكتر حاجة بتأثر في الانطباع الاولي عن شكل الانسان اللي قدامك هو الاسنان. عشان ما نقعدش نتخانق مع دكاترة التجميل التاني، انا هسأل حضرتك سؤال، لو واحد بيحب واحدة لو عينيها ضيقة شوية هو شايفها احلى واحدة في العالم، لو مناخيرها طويلة وعاملة هاب كده وفيها العبر. انا بحب المناخير دي. في ناس بتحبها؟ انا بحبها. يقعد بقى يقنع والدته بقى لا بصي انا شايفها احلى واحدة في العالم، دي احلى واحدة في العالم كده، انما لو اسنانها بايظة مستحيل. خلي بالك ان البنت اللي مناخيرها كده بتبقى طيبة، عمرك ما تلاقي بنت شريرة مناخيرها فيها هاب. انا اعرف واحدة مناخيرها شريرة. المهم ان الاسنان هي اكتر حاجة بتدي اتراكشن في البني ادم. مثلا انت دلوقتي انت ممكن تلاقي ناس معروفة من شكل اسنانها الوحش. يعني لو شفنا مثلا في ناس حاجة زي كده مثلا، انتوا اكيد عارفين انتظروني ان شاء الله انا مش جاي، معروف من اسنانه، هو معروف من شكل على اسنانه. على فكرة هقولك على حاجة، ده او اي حد بيتقال عليه مثلا ان انا ما بحبش مثلا حد يتوصف بانه كذا مش كلاس مثلا، لا كلمة. لا لانه كلنا خلقت ربنا، بس ده لو اهتم باسنانه هتشوف شكله هيبقى عامل ازاي. انا اقصد ان انت اول ما شفت اسنانه انت عرفته. انا عرفته وكل الناس عرفته من اول ما شافت اسنانه، وتعليقهم السلبي عليه بسبب اسنانه مش بسبب شكله. طيب لو انا دلوقتي وريتك مناخيره بس هتعرفه؟ لا. وريتك عين واحده، لو العينين هتعرف عين واحده هتعرفه؟ لا. هو هتعرف السنان. لا هي السنان هي اللي بتدي، يعني انا ممكن اميز حد من حد من سنانه فعلا. لو لا ما انت عارف الافلام الاجنبيه لما يجي يعمل واحد شرير او واحد شيطان بيبوظوا اسنان، بيبوظوا له اسنان بالظبط، بيعملوا له بلوك على اسنانه كده، بيطولوا الانياب، بيطولوا الانياب، يعملوا فراغات، يعملوا سواد كده. بالظبط. دي مثلا برضو دي بيشنت عندنا، دي احنا ما عندناش ليها صور قبل. دي بنت في منتهى الجمال، سنانها كانت وحشه جدا، احنا طبعا مستأذنينها نطلع الصور، سنانها كانت وحشه جدا لدرجه ان احنا مش راضيه تخلينا نصورها قبل، رافضه تماما. تخيل كل الملامح الجميله دي وكل التفاصيل الجميله اللي في وشها تروح بسبب اسنانها. احنا لما صورناها بعد، هي دلوقتي بتضحك، عمرها ما كانت بتضحك كده، عمرها دايما تحط ايديها على بقها. اللي خلاها تضحك كده الضحكه دي هي اسنانها. مع ان عينيها حلوه، مناخيرها كل حاجه فيها حلو، الا اسنانها بس هي اللي مش حلوه. فلما عملنا لها اسنانها خلاص الدنيا ظبطت معانا وشكلها بان وجمالها بان. انا دلوقتي عايز اعمل تجميل سنان،
عايز اجي، هل وانا جاي ببقى عارف مين القائد اللي بيعمل لي القصه، مين اللي بيقود لي؟ اصل التجميل ده تحس ان انتوا شله بتعملوه. بالظبط. انا دلوقتي في مش قائد، بيبقى حاجه اسمها المدرسه اللي انا همشي عليها ايه، او المنهج اللي انا همشي عليها ايه. في حاجتين، في حاجه اسمها فانكشن دريفن استاتكس. فانكشن دريفن استاتكس يعني انا ههتم بالوظيفه، ههتم بوظيفه الاسنان الاول، واحاول اخلي معاها شكل حلو. انا يا فرحتي لو انت جيت عملت لك تجميل اسنان وقعت بعد بكره، يبقى انا استفدت ايه؟ لو عملت لك تجميل اسنان وقعت بعد 3 سنين، يبقى انا كده فشلت. 3 سنين، 3 سنين ده انت البيشنت اصلا هيكون نسيك، انا فشلت. فاحنا بنشتغل اصعب حاجه ان انت تشتغل حاجه اسمها فانكشن دريفن استاتكس، ان انا اشتغل على الوظيفه، والوظيفه دي تؤدي الى التجميل. لو انا اشتغلت على الوظيفه واديت الى التجميل، انا كده عملت هنا مثلا حاله زي كده. انا لو جالي البيشنت ده هقول له حاجه من الاثنين، انا عايز يعني يلا هنعمل له فينيرز، وهعمل له كمان في اسنان هيتعمل لها بريبليس فينيرز، اللي هي اللي لسه بقى الترند اللي لسه طالع اللي هنتكلم عليه. طيب انا لو عملت هنا فينيرز كل الحاله، ايه الاضرار اللي ممكن تحصل لي؟ هتقعد على فكره معاها شويه، لو لاحظنا كده ناحيه اليمين هتلاقي في سنه داخله جوه سنه. طبعا هعمل لها قشره هتطق بعد 3 4 شهور. طيب انا المفروض اعمل وظيفه الاسنان الاول، ان انا ارجعها كلاس 1 تاني، ان انا ارجع العضه طبيعيه، وانا برجع العضه طبيعيه اعمل تجميل. انا ما اخليش ده ابدا التجميل هو اللي يقودني، دايما الوظيفه هي اللي تقودني، عشان السنان دي تقعد كتير، تقعد دي تقعد ما لا نهايه. انما انا هعملها هتهتم بالشكل بس، هخلي اسنانك بيضه وجميله ومرصوصه. طب وبعد 3 4 5 شهور، طب وانت مسافر بره وسنه وقعت منك هتعمل ايه؟ بس ده مهم قوي قوي. طب انا عايز اروح للبريبليس فينير. احنا لسه في الحاله بقى. احنا لسه في الحاله. الصوره هنا دي الحاله بعد انا رجعت العضه تاني، رجعتها كلاس 1 اللي هي العضه الطبيعيه عن طريق كراونز وفينيرز وبريبليس فينيرز. يعني في سنان اتعملت بريبليس، في سنان اتعملت بريب بس، وفي سنان اتعملت كراونز. يعني انا مثلا السنه اللاترال اللي هي ناحيه اليمين دي، دي اتعملت كراون، دي اتعملت كراون. لو انا عملتها فينير هتتكسر، يبقى انا كده فدت العيان بايه؟ ان انا اعمل له حاجه تقعد معاه 3 شهور وتتكسر. هنا ظبطنا العضه الاول، ومع ظبط الوظيفه ظبطت التجميل. طيب انا عايزك تقول لي بقى الواقعيه بتاعت الفينير التي بدون تحضير، قشره تجميليه بدون تحضير. دلوقتي الناس بتسمع الكلمه دي، انت عارف، يقول لك طب ما حلو قوي بدون تحضير، هروح وعنده اعتقاد اكيد ان المساله وقتها هيبقى اقل، مفيش الم خالص لانه بدون تحضير محدش يقرب من سناني. كلام مقنع، كلام حلو، كلام حلو. بالظبط. طب انا هسال حضرتك سؤال، لو انت سنانك يعني نص نص، مش حلوه قوي بس مش وحشه قوي، ورايح بتقول للدكتور بتاعك انا عايز بريبليس فينيرز، انا عايز اسنان بدون برد نهائيا. طيب لو الحاله دي لا تسمح بكده، هو دلوقتي الترند اللي طالع ان هو يعمل كله بريبليس فينيرز، ان انا مش هبرد سنانك خالص مهما كان. طيب حاجه بالعقل كده، لو السنان دي طالعه لبره شويه هعمل لها بريبليس ازاي؟ يعني انا هحط طبقه على سنانك اللي هي بارزه اصلا، سنانك اصلا بارزه، انا هحط عليها طبقه طلعها بره اكتر. طيب انا لو طلعت السنان بره اكتر كده الضب زاد، كده البروز زاد، يبقى انا استفدت بايه؟ ماشي انا عامل لك بريبليس فينيرز، بس ما تسالنيش عن شكل وما تسالنيش عن وظيفه، ما اللثه هتتاثر. حاله زي دي ما ينفعش فيها بريبليس فينيرز. السنتين اللي في النص اصلا محتاجين كراونز، محتاجين يتغطوا تغطيه كامله عشان الوظيفه بتاعتهم تبقى مظبوطه. السنان اللي جنبهم في سنه في بروز في الاسنان في السنان اللي جنبهم. طيب انا دلوقتي البيشنت جاي بيقول لي انا عايز بريبليس فينيرز، انا عايزك من غير ما تلمس سنين. طب انا هعملهم لك بس سنه وهيقعوا منك، او هعملهم لك بس ما تسالنيش في شكل، ما تقوليش النتيجه وحشه، انا هعملهم لك وانت من غير ما المس اسنانك وكل حاجه بس ما تسالنيش في النتيجه. هنا مثلا احنا حاله زي كده هنعمل ايه؟ هنطول اللثه شويه في السنتين السنترالز اللي في النص، هنعرض شويه السنان اللي في النص، هندخل بروز الاسنان اللي جوه شويه عشان تديني نتيجه البيشنت يبقى دفع فلوس او استفاد من الفينيرز اللي هو عملها، بدل ما انا اعمل فرحتي انا عملت بريبليس فينيرز على الفاضي. دي حاله مثلا، دي بي فينيرز
على كراونز يعني الاثنين مع بعض. انا مش هعمل بريبليس، انا لو عملت بريبليس هيطلع النتيجه سيئه. انا عملت بي فينيرز عاديه ببرد 0.2 من الملي من السنان وده اكسبتد وما ما باثرش على اللثه تماما بس، ودي النتيجه. انت ايه راي حضرتك في رائعه طبعا. هتلاقي التفاصيل كلها موجوده. هتلاقي الـ بقى في حاجه اسمها وايد سمايل، هتلاقي السنان ماليه كل الفراغ اللي بين الشفتين. بس انا عايز اقف قدام بي فينير. هنا بي فينير تعني بريتش فينير بالظبط، ملهاش علاقه بقى اذا كانت بريبلس ولا بريبل، لا هي ليها علاقه بالتكوين بالظبط. دي برضو نقطه مهمه جدا. ان البي فينير ممكن تبقى بريبلس، انا معظم الحالات عندي بيبقى في سنه، يعني انا هعمل 10 اسنان فوق. السنان اللي محتاجه بريباريشن، اللي محتاجه تحضير بتتعمل، واللي مش محتاجه تحضير خالص سنه داخله لجوه مثلا مش بعمل لها بريباريشن، انا بلزق عليها. طيب البي فينير بقى مش فكره هي من غير بريب من غير بريب ولا لا، البي فينير فكره ان المنتج اللي طالع ده شكله عامل ازاي. في بقى ناتشرال وفي 3 دي ديزاينز اللي دكتور كريم قال عليها اللي انا ما رضيتش اقول لك عليها. بس وهي بقى دي قعدت حلقه بحالها اقول لك قول لي ما رضيتش. كريم انا اول ما سالته قال لي على طول، ما هو يقول براحته. ده انا انت عارف ايه ده، انا بقول له كده قال لي هقول. هو صاحب الفكره. طب اشرحها لي. البي فينيرز هو خلاص شرحها؟ لا ما شرحهاش قوي برضه، ده انت عارف خبز دكاتره الاسنان. طيب انا هقول لك عليك. انت طيب ماشي. البي فينيرز باختصار شديد انا كان عندي ديبيت بين المعمل وبين السرك، كان عندي مشكله وحوار بين الاثنين طيب انا اشتغل معمل ويطلع شكل حلو قوي ويطلع ترانسلوسنسي ويطلع طبقات وشكل حلو انت اول ما تشوفه تقول ده طبيعيه، ولا اعمل بالسرك سريع بس ما بيطلعش شكل حلو عشان هو بلوكاد مخروطه. طيب والناس فضلوا بقى ايه ده اللي عنده سلك حتى بقى يعمل في المعمل. وكل الناس بقت تقول لك انا خلاص انا بقيت بشتغل شغل طبيعي، واللي بيدافع عن السلك بيقول لك انا بشتغل لك في نفس اليوم، تلاقي الماركت انا بشتغل لك التجميل في نفس اليوم. طب نحل المشكله دي ازاي؟ ان انا اعمل حاجه بتخلص في نفس اليوم بتتعمل بجهاز السلك اللي هو دقيق جدا، اللي هو بيعرف يطلع لي الـ 0.2 سيكنس، اللي هو سريع جدا، اللي الدكتور هو اللي بيتحكم في الديزاين مش المعمل. انا انا في المعمل انا باخد مقاسه وابعته المعمل. ما تقنعنيش ان الدكتور هيروح المعمل يشيك على الديزاين، لا انا بعمل بالسرك بقى انا اللي بعمل الديزاينز. طب انا احل المشكله دي ازاي؟ ان انا اجيب البلوكات بتاعت السرك دي، الحاجه السريعه الدقيقه اللي انا الدكتور هو اللي بيعمل ديزاين، واعمل لها حاجه اسمها 3 دي ستينز. يعني ايه 3D ستينز؟ يعني صبغه ثلاثيه الابعاد بالظبط. انا هحط صبغات بطريقه معينه في اماكن معينه تديك الوجن، تديك احساس ان في لير خداع بصري. خداع بصري. دي بي فينيرز او ودي بي فينيرز على بي كراونز. دي السنان شكلها في دكتور سنان ما يعرفش دي معمل ولا سرك، في دكاتره سنان 98% منهم ممكن ما يعرفوش ده سرك ولا معمل. هي احنا حلينا القصه بالبي فينيرز، البي فينيرز هي اللي حلت القصه دي تماما يعني. عايز تكلمني بقى على البريبلس فينير، موقعها ايه من الاعراب؟ البريبلس فينير موقعها ايه من الاعراب؟ يعني ايه؟ انت شايف انه كام في الميه من الدكاتره من المرضى اللي يصلح لهم تقريبا بريبلس فينير عشان ما يحصلناش هوجه مره واحده؟ البريبلس فينيرز تنفع في حاجه زي كده. ياه. تنفع في حاجه زي كده، انا عندي دايستما وعايز اقفل المسافه، انا مش هقرب من اللثه خالص، انا هقفل المسافه من غير اي حاجه، مفيش بروز للاسنان ولا اي حاجه. لو شفنا الصوره بعد دي معموله بريبلس فينير كومبوزيت، نوعها كومبوزيت، انا ما لمستش الاسنان وقفلت الفراغ من غير ما اثر على اي حاجه. وما كانتش السنتين اللي في النص دول عورات شويه؟ هو ما هو انا هعمل بريبلس فينيرز، ما هي دي بريبلس فينيرز، انا لو حتى عملت فينيرز نفس العرض والبيشنت ما اشتكتش من العرض. انما مفيش مشاكل في اللثه، انا هنا قفلت الدايستما. طيب انا الحالات بقى اللي بتيجي عايزه تعمل بريبلس فينيرز وهي مش نوت انديكيتد ويعملوا بريبلس فينيرز، ايه المشاكل اللي بتحصل لهم؟ اترجم للناس، حاله ما ينفعش فيها انها تتعمل فينير بدون تحضير ومصمم ان هو يعمل فينير بدون تحضير. ثلاث حاجات. اول حاجه بروز في الاسنان. اسناني اصلا حاجه بالعقل، حاجه مالهاش دعوه بالطب الاسنان ولا اي حاجه.
انت اسنانك بارزه، لو حطيت عليها طبقه مهما كانت الطبقه. علشان كده برضو في حاجه في نقطه لازم البيشنتس ياخدوا بالهم منها، اي حالات معروضه بريبليس فينيز هتلاقي الناس اللي عارضه الحالات دي عارضه الصور من غير الشفايف عشان ما تبينلكش البروز، هتلاقي الاسنان ريتراكتد، هتلاقي حاجه زي كده مثلا، هتلاقي ما فيش ضحك، ما تلاقيش ابدا الدكتور مصور سمايل، هتلاقيه مصور ريتراكتد توث. ليه؟ لو صور السمايل كلها هيبان البروز في الاسنان، هيبان الضب. حاله زي كده انا عندي بروز في الاسنان والدكتور عمل بريبليس فينيس، هي دي عليها فينيس؟ دي عليها فينيس، دي نسيبها سودا، فالسنان طلعت لبره يعني. فرحتي ان اللون بقى او اللون باظ كمان. السنان طلعت بره اكتر. الحاجه الثانيه التهابات في اللثه، برضو حاجه ما لهاش علاقه بطب الاسنان. انا لو جبت في سنه موجوده وحطيت عليها طبقه من بره، طب ما الطبقه دي هيتكون فوقيها بقايا الاكل وبقايا البكتيريا، هتكون فيها فراغ بالظبط، هتكون فيها بقايا الاكل وبقايا البكتيريا دي هتعمل التهابات في اللثه. دي حاله ما ينفعش فيها بريبليس فينيرز، ومع ذلك الدكتور اشتغل بريبليس فينيرز، مع الضب زاد بالظبط، الضب زاد. انا هم انا اللي بيشغلني اكتر اللثه، التهابات اللثه. لو شفنا صوره ثانيه هنا مثلا، يا لهوي، هو ده الالتهاب اللي بيحصل لو انا عملت بريبليس في حاله مش انديكيتد. انما لو الحاله انديكيتد بيبقى تحفه، انا هقفل دايستما، مش هاجي ناحيه اللثه خالص، هقفل الفراغ بين السنتين. لو السنان انكلايند لجوه، يعني لو السنان داخله لجوه، لو حطيت عليها طبقه من بره ده الطبيعي اصلا بتاعها، هي دي محتاجه بريبليس فينيرز. انما مش اي حاجه احط بريبليس فينيرز واعمل ترند واعمل واعمل التهور الفظيع اللي حصل. ما انت هتجيلي وهنتخانق، او هتجيلي واقول لك هتطلع حلوه وثلاث شهور وتجيلي مشاكل في اللثه بقى وكده. كل ده متوقف على الخطه العلاجيه، صح؟ الخطه العلاجيه، الخطه العلاجيه كلمه السر، كلمه السر. الخطه العلاجيه اللي بيسوقها ايه؟ الفانكشن. فانكشن دريفن استاتكس. ايه بقى؟ إيه بالعربي يعني؟ الوظيفه هي التي تقود التجميل. انا مش بعمل حاله زي كده. انا لو جات لي هعمل لها بريبليس فينيرز، طب ما في سنان فيها حشوات. طب ما انا لو عملت فينيرز بعد سنتين هتقع، لان الفينيرز لازم تلزق على اسنان طبيعيه. عشان تاخد يحصل بوندنج قوي، يحصل تماسك قوي. طيب انا لو عملتها كده هو البيشنت هيعيش سنتين مش حاسس بحاجه، طب بعد السنتين هو هيكون انا شكلي اتغير اصلا، مش هيفتكرني، بس سنتك هتقع. فانت لازم تثق في الدكتور اللي انت رايحه، ولازم تثق في ذوقه، ولازم تثق في ضميره. دي الحاله قبل ودي بعد. دي ما تنفعش بريبليس، ما تنفعش بريبليس، السنان متاكله. دي تنفع فينيرز على كراونز. السنان الاسنان اللي متاكله تماما ومحتاجه ان انا احافظ عليها بعمل لها كراون. كراون برضو عشان الناس اللي مش عارفه، كراون يعني انا بغطي السنه كامله من قدام ومن ورا. طربوش. طربوش زي ده، الطربوش بتاع الدماغ. بالظبط. الطربوش ده بيحافظ على السنه اللي هي محتاجه علاج. دي بريبليس. ايه رايك في البي فينيرز يا دكتور؟ دي جميله طبعا. بي فينيرز يعني انا لو انت ما قلتليش هقول لك انه ده معمل، عمل تعريج، معمل عمل في السنه شكل طبيعي، عمل مرتفعات ومنخفضات اللي هي شكل التعريج اللي انتوا شايفينها على السنه دي. بالظبط. دايما اقول التعريج دي عامله زي الطريق بتاعنا المتسفلت بتاع مصر، في تعريج كده صغيره خفيفه. بالزبط. يعني حتى لو لسه متسفلت دلوقتي. بالظبط. طريقنا على فكره التعريج دي مش باينه كده زي ما احنا شايفينها. لا دي عشان مقربه، مقربه، واحنا مصورين بلينس اسمها ماكرو لينس مكبره كتير جدا. التعريج دي من بعيد مش باينه، انما انت اول ما تشوف البيشنت، اول ما تشوف السمايل قدامك بتلاقيها طبيعيه. مش عارف منين بقى هي طبيعيه. من التعريج دي. انا يبقى ان انا يعني برضو نجمل كلامنا زي ما تقول روشتة أخيرة أنت بتديها للناس حول الفينير بدون تحضير، لازم يبقوا فاهمين أنها توظف. بالظبط. أنا ما أروحش في ترند موجود بريبليس فينيرز، يلا أعمل لي بريبليس فينيرز. أنت لازم الدكتور هو اللي يحدد لك أنت محتاج إيه. أنا هحدد لك أن السنة دي ينفع لها كراون، السنة دي ينفع لها فينير، السنة دي ممكن بريبليس فينير. أنا اللي هعمل لك التريتمنت بلان اللي أنت هتمشي عليها. لو انت جيت اجبرتني على حاجه، لو قلت لي كل الناس بتقول لي هعمل لك بريبليس فينيرز، اعملها بره وهتجيلي تاني في الاخر، كده كده هتجيلي. انما لو انا اشتغلت من الاول بخطه علاجيه واعرف ايه اللي محتاج بريب وايه اللي محتاج كراون وايه اللي محتاج بريبليس، انت ريحتني وريحت نفسك. بدل ما تجيلي تاني واعيد التصميم من الاول واعيد الشغل من الاول. وتكسير الاسنان مش سهل دلوقتي. تكسير يا باشا عض قلبي ولا تعض اسناني.
لا تكسر، كسر اي، كسر ازاز بيتنا بس ما تكسرش سناني، كسر افريز عربيتي لكن ما تكسرش في سناني، تكسر لي في سناني اكسر لك عظامك اذا كنت هتغلط معايا. ده بقى بما ان احنا جبنا سورتش الراجل الاولاني الطيب ده، وما تعيبوش على الناس في الفيسبوك ارجوكم بالشكل بتاعهم، ربنا ما ده دي يعني انا بقول. والناس بقى اللي هي مش مهتميه بشكلها، السنان تريد مارك، اهتم باسنانك، اعملهم كويس في تجميل الاسنان، شكلك كله هيتغير، هتشوف شكلك هيتغير صدقني. كل الممثلين يا عيني اللي محطوطين في ادوار البلطجي والقطاع الطريق والخطاف ومش عارف ايه، كل مشكلتهم في سنان. في يعني ممثل محطوط في الادوار دي، هو دي ده، ارجوه عشان تطلع من الادوار دي روح ظبط سنانك، بيبقى مش معاهم فلوس غلابه يعني، وتمثيل دلوقتي بقى في مشكله. نورتنا واسعدتنا، ربنا يخليك. ضيف العزيز دكتور عبد الله متولي المبدع، دائما في حواره الذي يقول حوار علمي متميز للغايه، كان بيسعدني جدا بوجوده معنا النهارده في الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور.